مطالب لحكومة خنوش بتحديد موقفها من الساعة الإضافية تزامنا مع إعلان البرلمان بشكل رسمي ميلاد الحكومة الجديدة. عاد جدل الساعة الإضافية إلى الواجهة بعد أن طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل الحكومة الجديدة بأن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول سنة، والتي شكلت تذمرا في أوسط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري. وتساءلت الشبكة عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات لتأثيراتها السلبية، ولم تدع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية. كما شددت على ضرورة إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها.